تعالوا نروح مع حضراتكم مشاهدينا إلى إنجلترا، وتحديداً وإحنا بنتكلم على بريطانيا. بيتوقع إقامة أكثر من 16 ألف حفلة في شوارع إنجلترا، وده خلال إجازة نهاية الأسبوع، وبتستمر لمدة 4 أيام مع بداية شهر يونيو، وده بمناسبة اليوبيل البلاتيني لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. اليوبيل طبعا البلاتيني اللي هو بمعنى مرور أكثر من 70 عام على حدث معين في بريطانيا، في أغلب الدول بيكون معناها مرور أكثر من 75 عام على حدث معين. المتابع لهذا الخبر هيعرف أنه في بريطانيا في عدد كبير جدا جدا من الجمعيات وحتى المؤسسات المختلفة يعني هناك اللي طلبت من المجالس في كل أنحاء إنجلترا تقريبا أنها تسمح لها تحتفل بهذه المناسبة، مناسبة مرور 70 عاما على تولي الملكة الحكم ملكة إليزابيث الثانية الحكم في بريطانيا، وده وفقا لجمعية الحكومة المحلية. والحقيقة أنه في استطلاع كمان كانت عملته هيئة الحكم المحلي على عشرات المجالس، أكدت أنه في موافقة حصلت لأكثر من 1000 حفلة أنها تقام في الشوارع. رئيس مجلس إدارة جمعية الحكومة المحلية جيمس جيمسون قال أنه المجالس بتبذل قصارى جهدها لمساعدة مجتمعاتها في الاحتفال بيوم تاريخي للبلاد. أنا بعتقد أنه الشعب الإنجليزي كمان من ثقافته يا باسم، يعني إحنا بنتكلم أنه الملكة إليزابيث عندها دلوقتي ما شاء الله 96 سنة ما شاء الله. طبعا التاريخ بيقول أن هي أطول الحكام جلوسا في منصبها على في تاريخ بريطانيا كله، اعتلت العرش وهي عندها لسه 15 سنة، وحتى صورها النهاردة لما بتشوف في الجاليري بتاعت الصور وتلاقي انه ليها صور وهي لسه صغيره قبل حتى ما يبقى عندها 25 سنه وصورها النهارده، فالناس بتاخد دي تاريخ لإليزابيث الثانيه بس مش كشخصها، هي كتاريخ انجلترا كتاريخ بريطانيا نفسها، والسياسات بقى البريطانيه تتفق او تختلف معاها، علاقات بريطانيا، دور بريطانيا في حروب ومشاكل ونزاعات كثيره جدا. وبالتالي بعتقد انه الاهتمام قوي والتصارع اللي فيه هناك جمعيات ومؤسسات وجهات كتيره جدا اللي هو ارجوك واسمحوا لنا نحتفل بمرور ال 70 عاما على حكم إليزابيث الثانيه، هو احتفال فعلي ببريطانيا نفسها، احتفال ببريطانيا نفسها بقدر ما هو طبعا احتفال، لانه الشعب هناك كتير منه او هكذا تقول استطلاعات الراي يعني بيعز او الرويال فاميلي او العائله الحاكمه المالكه ليها هناك يعني محبة، وضع خاص كده في القلوب خلينا نقول وضع خاص معك حق. اعتقد ان احنا ممكن نشوف دلوقتي مع حضراتكم ازاي هيتم هذه الاحتفالات بمرور 70 عام على يعني وجود الملكه إليزابيث الثانيه في الحكم، ازاي هنشوف مع حضراتكم الاحتفالات التحضيرات بتاعتها والفعاليات المفروض ان هي تكون موجوده في الشوارع البريطانيه، واللي اكيد برضو هي بتكون مؤشر على فكره كورونا وفكره القيود او تراجع القيود ايضا، بما ان هيبقى في سماح بهذا العدد الكبير من الاحتفالات في الشوارع البريطانيه في هذا التقرير. ونرجع تاني، احنا في التقرير ده باسم هنشوف يعني تفاصيل اكتر عن الملكه إليزابيث الثانيه، بما ان احنا كنا لسه بنتكلم انه ليها مكانه خاصه جدا في قلوب الناس هناك، ويمكن كمان حتى الشعب يعني بريطاني، ويمكن كمان حتى ناس كتير ما تعرفش انه حتى تاريخ عائلتها او اسرتها كمان من كان من محط اهتمام للشعب البريطاني، يعني فكره برضو انه والدها اتوفى كان الملك جورج السادس بسرطان الرئه، كان عنده 56 سنة ساعتها، وإنها لقبت أو بتوصف بأنها عميدة الملوك. هي الحقيقة عندها ألقاب كتيرة جدا حصدتها، والألقاب دي جاءت من الشعب البريطاني وليس من المؤسسة الحاكمة هناك في بريطانيا. تعالوا نشوف تفاصيل ومعلومات أكتر عن الملكة إليزابيث الثانية بمناسبة 70 عاما على توليها الحكم في بريطانيا. يترقب العالم احتفالات بريطانيا ودول الكومونولس باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية في أوائل يونيو، وذلك لإحياء ذكرى 7 عقود من تتويجها. الملكة البالغة من العمر 96 عاما جلست على العرش للمرة الأولى في فبراير لعام 1952 عندما كانت في 25 من عمرها بعد وفاة والدها جورج السادس. تعد هي المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفال باليوبيل البلاتيني لأحد الملوك في التاريخ البريطاني، وذلك بعد أن حطمت الملكة الرقم القياسي باعتبارها الأطول حكما في سبتمبر العام
عام 2015 عندما تفوقت على الملكة فيكتوريا التي حكمت لمدة 63 عاماً و216 يوماً. وسيتم الاحتفال بالذكرى السنوية غير المسبوقة خلال عطلة نهاية أسبوع طويل للبنوك في المملكة المتحدة، وهذا من الخميس 2 يونيو إلى الأحد 5 يونيو. وفي 2 يونيو سيبدأ موكب عيد ميلاد الملكة صباحاً في هورس جاردز بارد وسط لندن بالقرب من قصر بكنغهام. ووفقاً لموقع العائلة الملكة الرسمي، تشارك الكتيبة الأولى والحرس الأيرلندي وأكثر من 1200 ضابط وجندي من الحرس الملكي في مهرجان عسكري يعرف باسم حشد اللون، وذلك جنباً إلى جنب مع مئات من موسيقي وعازفي الجيش وبمشاركة حوالي 240 حصانا. ويطلق الحرس الملكي قذائف مدفعية تكريما للملكة خلال المسيرة. وفي نهاية العرض تظهر العائلة الملكة في شرفة قصر بكنغهام في لقطة تذكارية تاريخية كما هو الحال في أعياد الميلاد السابقة. ويتزامن ذلك مع استعراض جوي تشارك فيه طائرات السلاح الجوي. ومن المقرر أن يزور الأمير ويليام وكيد ميدلتون ويلز خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما ستذهب الأميرة آن إلى اسكتلندا، ويزور إيرل والكونتيسة ويسكس أيرلندا الشمالية. لدى المملكة المتحدة تقليد الاحتفال باليوبيل الملكي وحفلات الزفاف والتتويج بإضاءة المنارات، والتي ستستمر خلال اليوبيل البلاتيني. ومن المقرر إضاءة أكثر من 1500 منارة عبر المملكة المتحدة وأقاليمها فيما وراء البحار. ويقام قداس عيد الشكر لعهد الملكة في كاتدرائية القديس بولس بلندن في يوم الجمعة 3 يونيو. وفي اليوم التالي ستحضر الملكة وأعضاء آخرون من العائلة المالكة حدث ديربي تقليدي لسباق الخيل في أبسن داونز، كما ستقام حفلة غنائية خارج قصر بكنغهام والتي ستشهد حضور أكثر من 22,000 متفرج يشاهدون عددا من أكبر الأسماء في مجال الموسيقى والترفيه في بريطانيا والعالم. يوم الأحد 5 يونيو ستقدم الآلاف من وجبات غذاء اليوبيل في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بتولي الملكة، وتم تسجيل أكثر من 60,000 شخص لتقديم واستضافة وجبات الغذاء، بالإضافة إلى إقامة العديد من المسابقات المختلفة وفقاً لموقع العائلة المالكة على الإنترنت.